ومشاهدينا بننتقل لفقرة في غاية الأهمية وبتحكي عن قطاع كتير مهم، قطاع السياحة. بس اليوم رح نحكي عن جائزة السياحة لعام 2016. احنا نعرف تفاصيل أكثر عن هاي الجائزة، يمكن شو مناسبة هاي الجائزة، كمان بدنا نعرف الجائزة هاي لمين تمنح، بالإضافة لأيضا جمعية الفنادق الأردنية اللي رح يكون معنا اليوم الأستاذ محمد القاسم، هو عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير، كيفك استاذ محمد؟ يعطيك العافيه. موضوع السياحه انا بقول قد ما هو طويل، وما بتعرف من وين بدك تبلش ومن وين بدك تنهي. أكيد. بس اليوم احنا طبعا حابين نحكي اكثر عن جائزه السياحه اللي راح تعطوها لكثير من القطاعات زي ما فهمت من حضرتك، ولكن بالبدايه خلينا نحكي عن جمعيه الفنادق الاردنيه، هيك نعرف الناس شو مهمه جمعيه الفنادق الاردنيه خاصه في قطاع السياحه. بنعرف انه الفنادق هي جزء لا يتجزا ايضا من تنشيط السياحة. جمعية الفنادق الأردنية طبعا تعتبر من أعرق الجمعيات السياحية اللي تأسست في المملكة. تأسست عام 1969 بمقتضى نظام صادر من المادة 14 من قانون السياحة رقم 20 لعام 1988. تمام. الجمعية الآن تضم في أعضاء حوالي 500 عضو أو منشأة فندقية. العضو هو منشأة فندقية. المنشأة الفندقية طبعا نحن هي ليست الفنادق فحسب، المنشأة الفندقية ممكن تكون فنادق من نجمة إلى خمس نجوم، الشقق الفندقية والأجنحة الفندقية، المخيمات السياحية، المنتجعات السياحية، كل هاي المنشآت الفندقية تعتبر من أعضاء جمعية الفنادق الأردنية. هلا دور جمعية الفنادق هو دور حيوي ومهم. أول دور نحن بنعتبره طبعا هو رعاية مصالح هذا القطاع الاستثماري الضخم طبعاً. يعني قطاع الفنادق من أهم القطاعات المستثمرة في المملكة طبعاً كقطاع خاص. خلينا نحكي الشغلة الثانية، طبعاً الجمعية هي التي تمثل هذا القطاع مع الجهات الرسمية والحكومية وفي كل المناحي، خلينا نحكيها الرسمية، سواء وزارة السياحة، وزارة عمل، هيئة استثمار إلى آخره. جميع القطاعات الحكومية والرسمية طبعاً تعامل مع جمعية الفنادق الأردنية كممثل لهذا القطاع. يعني إذا في مشاكل يمكن عم تتعرض لها الفنادق بشكل عام، أكيد. يمكن بتوحدوا آراءكم، يعني تتناقشوا بمشكلة ممكن أنكم تطرحوها عن طريق مجلس الإدارة طبعا اللي بيمثل جميع أعضائنا الكرام، طبعا يتم التعامل معها ويتم طبعا التعاون مع الجهات الرسمية، حتى يعني في بالنسبة للقوانين، بالنسبة هي تنشيط السياحة زي ما حكيت مع هيئة الاستثمار. أيضا الجمعية لها دور كبير في المساهمة في تدريب الكوادر الفنيه التي تعمل في القطاع الفندقي. طبعا هي من المساهمين طبعا في كليه عمون الفندقيه التي تعتبر ما يعني احدى الكليات الجامعيه الرائده طبعا في الوطن العربي، واللي بتصدر الكفاءات الاردنيه الفنيه لجميع الدول المجاوره، خلينا نحكي والخليجيه خاصه منها طبعا. تمام. ف الى ذلك طبعا الجمعيه تقوم، خلينا نحكي، بجلب الإحصاءات والمعلومات اللي بتوردها طبعا، نرجع للجهات الرسمية كوزارة السياحة إلى آخره اللي بتستفيد من هذه المعلومات والإحصاءات. طب هيك خطر ببالي يمكن أستاذ محمد، يعني موضوع المواطنين، هل في مثلا الجمعية مسؤولة عن إذا في مواطنين عندهم خلنا نقول شكاوي مشاكل ممكن تعرضوا لها في إحدى، هل ممكن الجمعية كمان تأخذ بعين الاعتبار هاي الشكاوي؟ الجمعية أكيد معنية، خلينا نحكي بالقطاع الفندقي أو بالمنشأة الفندقية. تمام. بشكل نعم. بشكل عام خاص طبعا. هلا الشكاوي طبعا اللي بتورد من نزلاء ممكن تروح طبعا اكيد للجمعيه، وبنفس الوقت بتروح لوزاره السياحه. في هناك القسم الفني، هو من احد اهم الاقسام الموجود قوم بدراسه الموضوع. هلا القسم الفني له يعني مهمتين رئيسيات. المهمه الرئيسيه الاولى هو تصنيف الفنادق. طبعا يتم تصنيف الفنادق حسب معايير دوليه، يعني نحن هون بننتهجها طبعا. تمام. لتصنيف الفنادق سواء من نجمة إلى خمس نجوم أو شقق فندقية أو منتجعات سياحية حسب هاي المعايير الدولية. تمام. اللي عنا طبعا موجودة. والقسم الفني بعد ذلك يتم يعني بمتابعة المنشأة الفندقية، متابعة المنشأة الفندقية للتأكد من وجود هاي المعايير أنه مطبقة. تمام. والنزيل أو الزبون بالآخر بياخد الخدمة المتوقعة
من هذا الفندق طبعا اكيد حسب تصنيفه. يعني يمكن كثير من الاشخاص يمكن هلا بيشاهدونا بيحكوا موضوع السياحه موضوع زي ما قلنا يمكن طويل وشائك وفي عليه كثير يمكن كلام واستفسار، ولكن اليوم احنا طبعا وجودك معنا حتى نحكي اكثر عن هالجائزه الرائعه، جائزه تميز السياحي العام 2016 اللي راح تكون بعد بكره. هي بعد بكره 7 شهر ستقام تحت. هي اول سنه بتقوموا فيها هي السنه؟ هاي الدورة السادسة لها. شو بيميزها؟ هلأ بيميز، شوفي قطاع السياحة هو قطاع تشاركي، نعم، يعني متداخل طبعا جميع القطاعات المعنية مداخلة فيه. المملكة تعتبر أو قطاع السياحة في المملكة يعتبر من القطاعات الرائدة، طبعا يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي، يوظف عشرات الآلاف تقريب 40,000 يعني طبعاً أو أكثر. طبعا السياحة يعني سياحة بكل أنواعها، سياحة علاجية، سياحة نعم، يعني يفوق 3 مليار لخزينة الدولة طبعا أو للمملكة بشكل عام. وهو طبعا يعتبر من القطاعات اللي القطاعات يعني عدد القطاعات المساندة لهذا القطاع يعتبر الأعلى ما بين القطاعات الاستثمارية الأخرى. والمملكة طبعا تعتبر دولة سياحية، نحن نعتبر الأردن بوجود عشرات الألوف من المواقع الأثرية دولة سياحية بحتة. فالتشاركية الموجودة في قطاع السياحة مهمة جدا، يعني الفنادق لا تعمل بدون قطاع نقل، قطاع الفنادق أو السياحة لا تعمل بدون وجود طبعا المطاعم، المطاعم لا تعمل بوجود نقل. هي سلسلة شبكة، صح، هي سلسلة يعني تبدأ بتجربة السائح عند دخول المعبر أو الحدود أو مطار أو المطار اللي غاية مغادرته البلاد، هي تجربة للسائح. القطاع السياحي يجب أن تكون متكامل لإنجاح هذه التجربة. صحيح 100%. يعني جائزة التميز السياحي إجت طبعا من مسؤول عنها جائزة التميز؟ نحن جمعية الفنادق. أطلقتها، شو سبب إطلاقها يعني والله هذه السنة؟ هلأ هي تتم، هي من شقين الجائزة. الجائزة تتم أولا عن تكريم، هي تكريم لشخصيات أو مؤسسات أو أشخاص عملوا في القطاعات العامة أو الخاصة السياحية والذي كان يعني لهم باع طويل وتأثير إيجابي في إنجاح القطاع بشكل عام. ممتاز. يعني نحن بنحكي عن مسؤولين ممكن كانوا حكوميين طبعا خدموا هذا القطاع، حتى إعلاميين كان لهم تأثير واضح طبعا في إثراء القطاع والمعلومات إلى آخره. هلأ حاليا طبعا نحن بنحاول كمان توجهنا لنشطاء التواصل الاجتماعي لأنهم مؤثرين عالميا، ما بنحكي حتى بس محليا طبعا. هم مؤثرين عالميا لوصول الأردن وإيصال الأردن وترويجها طبعا سياحيا. طبعا هناك أيضا تكريم لقصص نجاح، يعني زي ما ذكرت أنا كلية عمون تعتبر من الكليات الرائدة، هناك قصص نجاح من أفراد طلاب بدأوا بهذه الكلية وهلأ تولوا مناصب عليا في منشآت فندقية ضخمة سواء في الأردن أو سواء في الخارج. تمام. طبعا هذا من ناحية التكريم. الجائزة طبعا سيتم بعدين يعني في الحفل طبعا اللي هو مفاجأة، هي ما حدا بيعرف. لا هو غريب، لا هي في آلية تصويت. آلية تصويت سيتم تكريم هناك المكاتب السياحية، نعم، طبعا الحاصلين على أعلى نسبة تصويت، والفنادق من فئة 3 نجوم و4 نجوم و5 نجوم. نعم. لأنه هي هذه الفئات المستقطب يعني التي تستقطب أعلى عدد خلينا نحكي أفواج من السياح من الجروبات أو هذا. هناك معايير طبعا تستخدم يعني انتم طرحتوا المرشحين لهاي الجائزه وبتم التصويت على اساس هاي الجائزه؟ طبعا يتم التصويت. هلا شوفي بالنسبه للمكاتب السياحيه يتم التصويت عليها بناء على اكثر من شغله، عدد الزوار اللي جلبها المكتب نفسه يعني خلال السنه الفائته خلينا نحكي. طبعا هاي الاحصائيات نحن بنجيبها من الجهات الرسميه، مصداقيه تعامل المكتب سواء كان مع السياح أو سواء كان مع الجهات الأخرى كفنادق إلى آخره، وتفاعل المكتب طبعا مع القطاعات السياحية الأخرى. هلأ هذا طبعا كليات التقييم بيعطي رانكينج معين لكل مكتب وبناء عليه أول 3 غير يأخذوا جائزة الذهبية والفضية والبرونزية. هلأ بالنسبة لقطاع الفنادق التصويت بيتم على خلينا نحكي أنه كل فندق بيكون له 100 علامة منقسم إلى 3 أجزاء متساوية. أول جزء غير يكون طبعا
كل فندق بالمواقع الحجوزات العالمية زي booking.com إكسبيديا إلى آخر. طبعا بيكون له رانكينج معين موجود. صحيح. وهلا صار في فيدباك تغذية راجعة من الزبائن كمان. صار كله علني يعني. بكون علني، بكون يعني موجود وبكون إلى آخره. هلا هاي أول ثلث خلينا نحكي وجوده. الثلث الثاني طبعا للتقييم غير يكون من القسم الفني الموجود بالجمعية. زي ما قلت لك القسم الفني يعني مهمته جدا حيوية وفاعلة ومهمة طبعا في القطاع، عشان هو بيقوم بزيارات ميدانية متواصلة للمنشآت الفندقية للتأكد من انه هاي يعني المنشآت الفندقية تقوم على تطبيق المعايير اللي على أساسها هي صنفت. يعني احنا يمكن في ظل التطور اللي هلا عم نشهده صارت العالم كتير مفتوح وكتير التفاصيل مبينة، عشان هيك احنا دائما بنتمنى انه الخدمات الفندقية تكون ضمن أكيد المعايير الأساسية. واكيد نشكر جمعية الفنادق الأردنية ايضا على مراقبة هاي الفنادق. نطمح اكيد احنا دائما للأفضل لوطن يكون فيه سياحة أفضل طبعاً. زي ما تفضلت قلت هي منظومة كتير متكاملة، بنتمنى يكون وسائل النقل أفضل، الفنادق أكيد والخدمات اللي فيها أفضل، وأيضا كمان إحنا كشعب كريم شهم عندنا كتير تفاصيل حلوة، ولكن كمان نكون شعب سياحي يعني نقدر 100% ثقافة سياحية يعني جزء مهم يجب أن يكون يعني حتى لو كل عوامل كانت موجودة، بدون وجود ثقافة سياحية الإيجابية طبعا تجاه السائح طبعا لإثراء التجربة اللي نحكي التجربة السياحية لهذا السائح. بدنا نشكرك أستاذ محمد القاسم عضو مجلس إدارة الفنادق جمعية الفنادق الأردنية، كل التوفيق لكم بجائزة التميز السياحي ل 2016، وإن شاء الله بجهودكم وجهود كتار نقدر أن نوصل للسياحة فعلا سياحة هيك تكون 100% بكل شيء بإذن الله تعالى. ومشاهدينا أكيد بدنا نروح لفاصل قصير، ومن بعدها رح تكون معكم الزميلة داما الكردي ومع الطاقة الإيجابية أكيد بالفقرة الأخيرة.